السلام عليكم، معك دكتور عبد الخالق حرب. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن الهيماتوريا in children. خلينا نرجع قبل ما نتكلم عن الهيماتوريا وعن الجلونيفرايتس in children. خلينا في الأول نرجع للديفلوبمنت اوف ذا كيدني، نتكلم شوية عن الرينال فيسيولوجي. نعرفين طبعا الكدني ديفلوبد من الميتانيفروك، ميتانيفروك او نيفروتيك ميزوديرم اللي هو بنسميه احنا الميتا نيفروز او اليوريتريك بط، وهي دائما بيحصل عن تقريبا الفيفث ويك اوف جستيشنال ايج او الفيتال لايف، تقريبا على الاسبوع السادس بتبدأ اللي هو الكلواكا ديفلوبمنت. احنا عارفين الميتا نيفروك او ميتا نيفرونز او اليوريتريك بات اللي طبعا بيطلع منه اللي هو النيفرونز الكدني اللي هو جلوميرس، بيطلع منه البروكسيمال تيبيولز الديستال تيبيولز والكوليكتنج داكت او موست اوف ذا كوليكتنج داكت. الكلواكا اللي بتبدأ الديفلوبمنت تاعها على تقريبا السكس ويك اوف فيتال لايف، اللي بيطلع منها طبعا البلادر واليوريثرا. بالنسبة للدكتس طبعا كوليكتنج دكتس والتيبيولز تبدأ اللي هو جراديولي، يعني تقريبا على الفيفتين ويك بتكون موست اوف ذا دكتس بتكون already out tubules formed. بالنسبة لليورين دائما أو البرودكشن of urine بيبدأ تقريبا على ال 20 weeks of fetal life، ولكن الكدني is not played in any part في الاكسكريشن للويست products في اليوترس، لأنه احنا عارفين ان هنا اليورين اللي produced دائما is swallowed or recycled لو في الميكونيا. بالنسبة لتقريبا النيفرونز، يعني عند الاتبيرث حوالي تقريبا 1 مليون of the nephrons are formed، يعني completely formed، لكن هنا اللي still not well matured أو not well الرينج تاعه complete اللي هو الجرومولار فلتريشن ريت تقريبا في الفول تيرم حوالي في الفول تيرم بيبي 25% نسبة الجرون فلتريشن ريت بالنسبة للأدلت، وبيوصل للأدلت ليفل تقريبا حوالي في الفيرست يير اوف لايف. احنا عارفين الكدني اناتوميكالي بتتكون من تو بارتس اللي هو الاوتر بارت او اللي احنا بنسميه اللي هو الكورتكس او الاوتر زون، وهي بتكون من الجلوميرولاي بروكسيمال ديستال تيبيولز والكوليكتنج داكتس. والانر زون اللي هي المظله تتكون من اللوبز اوف هينل الفازا ريكتا، وطبعا الفاينل بارت من الكوليكتنج داكت. احنا في عنا السيستم بعد طبعا اللي هو النيفرونز او الجرومراس، في عندي اللي هو الدريننج بارت من الكدني او دريننج سيستم اللي هو طبعا الكوليكتنج داكت، واللي بتكون اوريدي فور من الماينور كاليسز. انا بذكركم وطبعا دريند للميجور كاليسز للرينال بيلفيس بعدين اليوريتر وفي النهايه على اليوريناري بلادر. لو احنا اخذنا سكشن في اللي هو الكدني زي حاجة ملعنة مايكرو اناتومي، هنشوف اللي هو النفرون. النفرون هو عبارة عن الفانكشنال والستركتشرال بارت او يونت في الكدني، وهذا تكون له جلوميرولس من الباومنز كبسول. في عنا طبعا the tufts of capillaries، وهذه supplied من وين تيجي؟ من الافيرنت ارتيريولز ورينال ارتيريولز، والدريند
باي الافرنت ارتريولز. بين الكابيلرز هاي بيكون في اللي هو الميزنجن او الميزنجل سيلز. الجلومرولس احنا قلنا تكون الباومز كبسول والتافتس اوف كابيلرز. كابيلرز طبعا لايننج بال اللي هو الاندوثيليوم لايننج اوف ذا كابيلرز. واوتسايد اللي هو اراوند الاندوثيليوم في اللي هو اللي بنسميه احنا ان البيديكلز او البودوسايتس. البودوسايتس اللي بيكون بين البودوسايتس في زي سمول اوبننجز اللي احنا بنسميها الفينستريشنز. احنا عارفين هنا طبعا لو اخذنا سيكشن تاني في الاريا هاي اللي في الكابيلاريز والبودوسايتس اللي احنا بنسميه الفلتريشن بارير. الفلتريشن بارير هنا احنا عندي بيكون اللي هو البيزمنت ممبرين. البيزمنت ممبرين طبعا لايننج بالاندوثيليوم وزي ما حكينا اوتسايد اللي هو الفلتريشن سايتس اللي بين البودوسايتس. الخاصيه بتاعت الممبرين هاي انه نيجاتيف تشارج. نيجاتيف تشارج في نفس الوقت البروتين اللي هو الالبيومين از نيجاتيف تشارج. عشان هيك هذه الخاصيه اهميتها انه بيعمل ريبلينج للبروتين، بخليش البروتين تو باس على اليورين الا الاماونت اللي هي النورمال اللي احنا not detected في اي البيوستيكس. لو اخذنا مثلا ستيك للالبيومين اللي هم حوالي اقل من 150 ملي جرام في ال 24 اورز. علشان هيك احنا بنلاقي انه الممبرين هذا بيسمح فقط للسمول موليكولار ويت بروتينز اللي هو زي الالبيومين تو باس، لكن الهاي موليكولار ويت not passing through this membrane. وهي احنا بنشوفها في الباثولوجي اللي هو الابنورمال باثولوجي زي مثلا النفروتيك سيندروم. في النفروتيك سيندروم ايش اللي بيحصل؟ بيحصل فيوجن للبيديكلز اللي هي الابيثيليال بيديكلز او فيوجن للبودوسايتس. فلما بصير في فيوجن للبودوسايتس بنلاقي المسافات صارت بين الفيوزد بودوسايتس بتصير لارج. في نفس الوقت السبيسيفيسيتي او الخاصيه بتاعت النيجاتيف تشارج بتاعت الممبرين بتكون اوريدي يعني ابنورمال. فلهذا السبب بنلاقي في مور والريبلينج للبروتين صار اقل للسيركيليشن، فحنلاقي مور ذان بروتين باسنج لليورين. عشان هيك بنلاقي في نيفروتيك سيندروم في عندهم البروتين يوريا. لو احنا رجعنا للفانكشن اوف ذا كيدني، الفانكشن اوف ذا كيدني عامه ايش الفانكشن بتاعت الكيدني؟ اول حاجه ريجوليشن اوف ذا ويست برودكتس، هذا اهم شيء. واحد اثنين ريجوليشن البالانس اوف ذا اسيدز، الووتر اند سوليوت ريجوليشن، الهرمونز. انا عندي في هرمونز هنا زي الاريثروبويتين، الرينين، البروستاجلاندينز، ال 1 الفا، فيتامين دي. كل هذه فانكشنز للكدني. يبقى ريجوليشن للويست برودكتس، ريجوليشن للاسيد بالانس، للالكترولايتس، الووتر اند سوليوتس، and regulation of the secreted hormones زي البروستاجلاندين، الإريثروبويتين، ال 1 ألفا، فيتامين دي. كل هاي طبعا من ضمن الفانكشن of the kidney. خلينا ناخد اللي هي يعني باختصار نتكلم عن الفسيولوجي، الرينال فسيولوجي. بالنسبة للكدني احنا عارفين حوالي 25% من الكاردياك اوتبوت فلوز ثرو الكدني. الفلتريشن هنا بيحصل في الجلوميرولس، كل حاجة سواء من السوليوتس، الامينو اسيدز، الفلويدز كلها هي تويل بي فلتر من
المدرسة، وطبعا باسنج وين على بعد هيك البروكسيمال رينال تيوبولز. في البروكسيمال رينال تيوبولز تقريبا 75% من الووتر ومن الصوديوم should be absorbed normally، اللي هو الفيردر حوالي 25% بيبدأ اللي هو passing through اللي التبيولز اللي باس في النهاية إلى اليورين. اللي بيحصل إنه اللي 25 اللي باس في التبيولز تقريبا في الـ descending loop of the hinel إيش اللي بيحصل؟ بيحصل فيه اللي هو اليورين هنا أو الفلويدز هنا بيحصل more concentration. ليش؟ لأنه هنا بيصير more absorption هنا في الـ loop of the hinel، بيصير more absorption للصوديوم أو للفلويدز، عشان هيك بنلاقي مور هايبرتونيك يورين. اليورين بعد هيك انترينج لوين؟ للديستال تيوبولز. في الديستال تيوبولز هنا بيكون في ديفكت في او بيقل الابزوربشن تاع الفلويدز، فهنا يبقى بنلاقي او بيحصل ايش لليورين هنا لما انترينج ديستال تيوبول؟ بصير مور هايبوتونيك. بعدك في الكوليكتنج داكت هنلاقي هنا وين موجود ايش بيكون موجود في الكوليكتنج داكت؟ الانتيريور الانتي دايوريتيك هرمون سيكريشن، وهذا برضو بيعمل مور ابزوربشن للفلويدز للصوديوم، وهنا بصير مور كونسنتريشن تاني لليورين. يبقى في البدايه اليورين بيحصل له مور كونسنتريشن في اللوب اوف هينل، بيحصل تاني هايبوتونيك في الديستال تيبيولز، بيرجع تاني مور كونسنتريتد في الكوليكتنج داكت. تقريبا كل جلوكوز ري ابزوربد باي البروكسيمال تيبيولز. اليوريا طبعا اكسكريتد برضه باي بالكدني. هنا لو رجعنا ل هنا اللي بنتكلم عنه هذا فيسيولوجيكالي از ان نورمال فيسيولوجي اوف ذا كيدني. الصوديوم بايكارب طبعا موست اوف ذا صوديوم بايكارب از ابزورب برضه بالبروكسيمال رينال تيبيولز، وعارفين احنا دائما الهيدروجين سكريشن اكثر شيء بيصير بالديستال تيبيولز. طيب لنفرض انه في مشكله عندنا في الرينال تيبيولز في البروكسيمال رينال تيبيولز، ايش الباثولوجي ايش اللي بيحصل هنا؟ طبعا هنا صار في ديستربنس لا النورمال فيسيولوجي اوف ذا كيدني. انا عندي هنا المفروض انه 75% او 2/3 اوف ذا صوديوم بايكارب شود بي هنا ابزوربد، لكن اللي بيحصل هنا انه في ديفكت للابزوربشن للصوديوم بايكارب. يبقى هنا اللي نزل على الديستال تيوبولز موست اوف ذا اليورين هنا كونتينز صوديوم بايكارب. ايش اللي بيحصل هنا في الديستال تيوبولز؟ اللي بيصير هنا بيقل الابزوربشن اوف ذا بايكربونات ديو لايش؟ او بيصير هنا تقريبا الاماونت اللي باسنج هنا مين بيطلع فيه ديشارج هنا او سكريشن في الديستال تيوبولز؟ الهيدروجين ايونز. بعدين في نفس الوقت انه بصير في مور اللي هو نيوتراليزيشن بين اللي هو البوتاسيوم وبين الصوديوم اللي نازل تحت هنا في الديستال تيوبولز، فبصير مور ابزوربشن للصوديوم اون اكسشينج مع البوتاسيوم. عشان هيك بنلاقي في حالة الرينال تيوبولر أسيدوز في هايبوكاليميا. في نفس الوقت اللوس تاع الصوديوم بايكارب هنا بيعمل كونتراكشن للإكسترا سيلولار فلويد، فعشان هيك بيقل اللي هو الفوليوم إكسترا سيلولار فلويد فوليوم، وهذا بيعمل مقابله على طول إيش؟ ستيميوليشن
لا للكلورايد. طبعا ما دام ستيميشن الكلورايد بيبقى في مور سكريشن للكلورايد، عشان هيك بنلاقي في هايبر كلوريميا. يبقى اللي حصل عندي انا في الرينال تيبولار اسيدوز ايش اللي صار؟ صار عندي صوديوم بايكربونات نوت ابزورب من رينال تيبيولز، يبقى الهيدروجين ايون سكريشن كتير، يبقى اللي بينزل في اليورين، اليورين الاوتبوت هيكون اسيديك ولا الكالاين، لانه صار في ابزوربشن للصوديوم اكثر. من وين؟ مع الاكسشينج مع البوتاسيوم، وصار عندي هايبوكاليميا. في نفس الوقت الهيدروجين ايون سكريشن از نورمال، يبقى اليورين حيكون البي اتش اسيديك. في نفس الوقت صار ستيميليشن للكلورايد سكريشن، يبقى صار في هايبر كلوريميا. عشان هيك بيكون في عندهم فانكوني سيندروم او رينال تيبولار اسيدوز، بيكون هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوزز مع هايبو كاليميا مع ميتابوليك اسيدوزز. في حاله الديستال رينال تيبولار اسيدوز ايش اللي بيصير؟ انه الصوديوم بايكارب اللي نازل هنا ما فيش هيدروجين ايون من سكريشن في الديستال تيبيولز، يبقى اليورين حيكون مور الكالاين. وهذا الفرق بين بروكسيمال رينال تيبولار اسيدوزز وبين الديستال رينال تيبولار اسيدوزز، انه في البروكسيمال بيكون اليورين اسيديك، هنا اليورين بيكون مور الكالاين. عشان هيك بيكون في الديستال رينال تيبولار اسيدوز بيكون مور النيفرو كالسينوزز. هاي تقريبا بالنسبه بريفلي للديفلوبمنت الاناتومي والفسيولوجي. نيجي لموضوعنا الهيماتوريا ان تشيلدرن. ايه يعني كلمه هيماتوريا؟ هيماتوريا احنا هنا في تو تايبس من الديفينيشنز او الهيماتوريا. ممكن هيماتوريا اي كان سي ات باي ذا نيكد اي، يورين اليورين عباره عن بيكون دارك براون بينك ان كلر سين باي ذا نيكد اي، اللي احنا بنقول عنه ذس از اللي هو ريد او بينك او براون او دارك يورين. ذس از جروس هيماتوريا اوريدي سين باي ذا نيكد اي. لكن اف الطيب الثاني من الهيماتوريا اللي هو مايكروسكوبيك اللي اي كانت سي الدارك يورين او البراون او الريد يورين باي ذا نيكد اي، لكن باي مايكروسكوب بنلاقي الار بي سيز تقريبا من 5 تو 10 ريد بلاد سيلز ان هاي باور فيلد اوف ذا مايكروسكوب. يبقى ذس از مايكروسكوبيك، الاذر اللي سين باي ذا نيكد اي از جروس هيماتوريا. لو اخذنا الديفرنشال دياجنوزز اوف ذا هيماتوريا، خلينا نبدا من السيمبل كوز اللي ممكن تعمل لي هيماتوريا. وهنا لازم نفرق بين كلمه هيماتوريا ودارك يورين. دارك يورين ممكن يكون مع، ممكن يكون السبب هيماتوريا، ممكن السبب يكون هيموجلوبينوريا، ممكن السبب يكون في البلانتس زي البنجر، ممكن يكون مثلا في دراجز زي الريفامبسلين زي الميترونيدازول اللي هو الفلاجيل. فهذه كلها ممكن تعمل لي دارك يورين. البيليروبينين في اليورين في حالات الهيباتايتس، هذه كلها ممكن تعمل دارك يورين. فلازم افرج لما انا اتسال الايش وات از ذا هيماتوريا. الهيماتوريا بلاد ان يورين سواء جروس اور مايكروسكوبيك زي ما شفنا. لكن دارك يورين ممكن يكون بلاد، ممكن يكون الاذر كوز اللي احنا تكلمنا عنها. هنا احنا بنتكلم عن هيماتوريا. الهيماتوريا ممكن يكون السبب ممكن التروما تعمل لنا هيماتوريا. اليو تي اي يورين تراكت انفكشن ممكن يكون معاه هيماتوريا. كل الكوزز اوف جلوميرولونيفرايتس سواء كانت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، سواء كانت ميمبرين بروليفراتيف، ميزانجيو كابيلاريز، ميمبرينس، كل هاي ممكن تعملنا هيماتوريا. حالات الهينوكشن لاين بيربورا ممكن يكون معها هيماتوريا. الاوبستراكشنز رينال اوبستراكشن سواء كانت هاي زي البلفي يوريتريك جانكشن اوبستراكشن او فيزايكو يوريتريك جانكشن اوبستراكشن ممكن تعمل هيماتوريا. الرينال سيستس كل بوليسيستيك كيدني ممكن تعمل هيماتوريا. الستونز
الهايبر كالسيوريا او نيفروكالسينوز، كل اليورينري ستونز، الدراجز زي ما حنشوف بعديك لك، حتى في كوزز يعني سيمبل زي الاكسرسايز. اكسرسايز ممكن طفل رانينج او زي بتوع الماراثون، لو اخذنا السامبل ممكن نلاقي فيه مايكروسكوبيك هيماتوريا، في الاي جي اي نيفروباثي او البيرجر سيندروم، او في فاميليال كوزز فورين بودي، بعض الاطفال عندهم الهابيت اوف انديوسينج فورين بودي ان ذا جينيتاليا، وهذا ممكن تعمل هيماتوريا. زي ما انتم شايفين هنا في مونكوزن سيندروم. ايه يعني هو المونكوزن سيندروم؟ مونكوزن سيندروم هذا اللي هو الحالات اللي في بعض السايكيك مادرز، خصوصا اللي هو المادرز اللي هو بيكون عنده فكره عن الميديسن، وهدول دي انديوس او ادكت الهيماتوريا. كيف مثلا؟ ممكن مادر السايكيك مثلا شي وان تو مثلا تترك البيت، عايزه تنام في المستشفى، او فور اي اني اذر كوز بروبلمز مع الفادر، مع ممكن تعمل بريكنج للفينجر وتحط دروبز اوف بلاد في اليورين وتوري للدكتور كل يوم، تقول له والله اليورين بتاع هذا اليورين في عنده هيماتوريا. نفس اليوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم. الطفل لما يكون اوريدي مثلا، لو خلينا الطفل مع جراند ماذر مثلا، او خلينا مع النيرس بلاقي ما فيش شيء، واخذنا السامبل بلاقي السامبل از نورمال. لما تكون الماذر موجوده معاه بنلاقي اوريدي في هيماتوريا. ففي هذه الحاله احنا نفكر انه this is the cause is induced by this mother، اللي احنا بنقول عنه مونكوزن باي بروكسي سيندروم. ممكن يكون حاجه ثانيه، ممكن هي تفرك عينيه، ممكن تحط له دراجز في عينيه، ممكن اي شيء. كل هذه addicted by the mother. فاحنا لازم ناخذ بالنا هنا. وحتى في حالات اللي هو child abuse او non accidental injury، اي child بيجينا child abuse احنا suspected لقينا فيه هيماتوريا عنده، مع اي other injuries مثلا عنده bruises في السكن، عنده all the fractures، blisters من مكان سيجاريت مثلا blisters، يبقى ما دام في multiple problems هذه كلها بفكر انه this child child abuse، يبقى الهيماتوريا could be due to this child abuse. في connective tissue diseases زي مثلا systemic lupus erythematosus ممكن يكون في معاهم القلب، وطفل عنده deafness وpositive family history وعنده renal failure أو renal problems زي Alport syndrome. طفل جايني pale و severe bone ache عنده ودائما بيجي له fever، عملنا سي بي سي لقينا anemic الهيموجلوبين الكتروفوريز، لقينا فيه هيموجلوبين S sickle cell anemia. وعارفين ان احنا زي ما حكينا السيكل سيل انيميا من ضمن الفازو اوكلوزيف كرايسيس، وممكن اللي هو السيكلينج سيلز هاي على الكدني وتعمل لنا انفاركشن، تعمل لنا هيماتوريا. اطفال اللي عندهم بليدنج ديس اوردرز زي الاي تي بي، زي الهيموفيليا او اي اذر بليدنج ديس اوردر، هذول طبعا ممكن يكون عندهم في هيماتوريا. الاطفال اللي عندهم رينال فاميلي بوزيتيف لرينال ترانسبلانت او للدايليسيس، كل هاي ممكن الطفل الاطفال هذول يكون عندهم مشكله في الكدني ويكون عامله لنا اللي هو الهيماتوريا. يبقى هنا دائما في اي حاله هيماتوريا دائما ناخذ الهيستوري، هيستوري من الفاميلي، هل في عندهم ستونز، هل الطفل هذا عنده هابت للتروما فورين بودي، هل عندهم اي مشاكل في الكدني، هل هذا جاله 2 ويكس او 3 ويكس بيفور ابر ريسبيراتوري او سكن ليجون زي البوست ريبتوكوكارديفرايتس. ما ننساش نضيف المالجنسي من ضمن اللي هو الكوز، لو كان في اي ابدومينال سويلنج للكدني زي النيفروبلاستوما او الولمز تيومر، هل الطفل هذا عنده راش او عنده في ارثرالجيا زي حالات اللي هو هينوكش لامبيربرا او الاس ال اي سيستميك لوبس، هل الطفل هذا كان عامل هو بينكينج او بيجري او في فيفر عندهم، كل هذه هيستوريز، هل عندهم بليدنج ديس اوردر، هل عندهم انيميا وبياخذوا ترانسفيوجنز.
هل ايش الكوميونيكيشن بين المادر والفادر والكنت الريليشن بين المادر والفادر ومع التشيلدرن زي حالات التشايلد ابيوز، هل في ريكرنت انفكشنز عندهم، في فريكوانسي، في ديسيوريا زي حالات اليو تي اي، كل هذا في الهيستوري احنا لازم نسال عنها. هل اخذ ميديكيشنز زي النون ستيرويدال انتي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، هل انتي بايوتكس معينه زي مثلا الميثايل دوبا مثلا او اي انتي بايوتكس ممكن تعمل بليدنج، كل هاي لازم نسال عليها في الهيستوري. هل الطفل هذا في عنده بين، بيشكي من ابدومينال بين او لا، بعدين نبدا احنا الاكزامينيشن والساينز عند الطفل. دائما اهم شيء نبص عليها في اديما عنده ولا لا، سواء كانت بيري اوربيتال اديما، سواء كانت ساكرال اديما، اسايتس لور الليج اديما. دائما البلاد بريشر لازم نعمل ميجرمنت للبلاد بريشر، نشوف هل في هاي بلاد بريشر او لا، زي حالات النفرايتس. السكن راش، هل في اي سكن راش عندهم، هل اسوشيتد جوينت سويلينج او لا، هل في ماس في الابدومين. بعدك نبدا اللي هو الاكزامينيشن، يعني نبدا الانفستيجيشن بتاعتنا. بالنسبه للانفستيجيشن اول حاجه بنعملها اليورين اناليسيس، نشوف اليورين هل في ار بي سيز في اليورين، هل في كاس سواء كانت وايت بلاد كاست اللي طبعا في الانفكشن او ريد بلاد كاست زي حالات النفرايتس، بروتينز هل في بروتينيوريا او لا، نيترايت في انفكشن او لا. احنا اذا سسبكت انه في انفكشن على طول نبعت لليورين كلتشر. اثنين هنعمل اللي هو دائما نعمل اليورين كالسيوم للكرياتينين ريشيو اللي نورمال ريشيو طبعا 0.2 اقل من 0.2، اكثر من 0.2 يبقى في مشكله موجوده عند الطفل. نفس الشيء اللي هو البروتين كرياتينين ريشيو اكثر من 0.2 ريشيو برضه ذس از اب نورمال، يبقى ممكن يكون في عندهم بروتينيوريا ونفروتيك سيندروم. او اللي هو الاولد اللي هو ميجرز للبروتين في اليورين، كنا بنعمل كوليكشن ل 24 اور يورين ونشوف الاماونت اوف بروتين او كالسيوم، وهي طبعا ديفيكلت للاطفال. فبيتر احنا بنعمل اللي هو الراندوم سامبل لليورين كالسيوم للكرياتين ريشيو او بروتين كرياتينين ريشيو. طبعا الكيمستري الكترولايتس الصوديوم البوتاسيوم، بوتاسيوم هاي ممكن يكون عنده رينال فيلير هايبر جلوميرولونفرايتس وهايبر كاليميا. الاذر كيمستري الرينال فانكشن اليوريا الكرياتينين السيرم جلوكوز الكالسيوم السيرم فوسفيت، كل هذه الانفستيجيشنز بنعملها في اي طفل عنده الهيماتوريا. لو انا سسبكت ان الطفل هذا كان عنده هيستوري اوف ابر ريسبيرتوري انفيكشن او امبيتايجو سكن، يبقى هنا لازم نعمل اللي هو تو كونفيرم الوجود اللي هو البيتا هيميتوك ستريبتوكوكاي، اعمل الانتر ستريبتولايسين او تايتر في حاله الثروت انفيكشن او الانتي الدي ان اي بي انتيجين. الانتي نيوكليير فاكتور والدبل ستراند دي ان اي، لو انا شاك من الساينس ان الطفل هذا كود بي حاله اس ال اي، قد نحتاج بعدك للراديولوجي. ممكن لو في ماس او سسبكت انه في اوبستراكشن الالترا ساوند، ممكن حتى توصل للسي تي او ام ار اي. الاطفال دول الطفل لنفرض انه عنده ريكرنت انفيكشنز، يبقى في هذه الحاله هنعمل الفويدنج سيستوريثروجرام، شوف اذا كان في فيزايكو يوريتريك ريفلكس او لا. حتى لنفرض انه عنده ديفنس او في بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف ديفنس وعنده رينال بروبلمز، يبقى لازم نعمل الاوديوجرام نشوف اذا كان في سنسوري نيورال هيرينج لوس او لا. حتى ممكن نوصل في الراديولوجي عندنا نعمل الايزوتوب سكاننج الدي ام الدمسة دايمر كابتو ساكسينيك اسيد. هاي طبعا احنا بتعطى نو ايزوتوب سكاننج وبنشوف الهوت اريا، ممكن نلاقي ما في ارياز في الكدني مش واخده اللي هو الايزوتوب، يبقى في هنا اتروفي
في الكدني، وده ممكن حالات اللي هي الكرونيك او ريكارنت يو تي اي، وده ممكن تو بي دايجنوزد ايرلي. لو كان في اوبستراكشن مثلا ممكن تعمل دي تي بي داي تراي بنتا داي تراي بنتا اسيتيك اسيد، هنا بتعطى الايزوتوب. المفروض الايزوتوب على طول الكيرف بيطلع هاي، المفروض within 7 minutes يحصل فيه اكسكريشن للايزوتوب باليورين. لنفرض ما صارش اكسكريشن، لقينا الكيرف بيطلع وضل ماشي بعد هيك هوريزونتال يعني ما نزلش لتحت، يبقى معناه في اوبستراكشن موجود، والحين بدو افضل يعملوا الماج تري. الماج تري ببين الاوبستراكشن وببين اذا في فيزايكو يوريتريك ريفلكس او لا. فهنا يبقى المفروض انه من الهيستوري من الفيزيكال اكزامينيشن من الانفستيجيشنز عندنا هنا نقدر نوصل للدياجنوزز او الديفرنشال اللي احنا تكلمنا عنه. هنا انا جايب حاله زي هيستوري، يعني هنا زي ما انتم شايفين 4 year old، هنا مش افريكان امريكان، خليه فلسطينيان ميل. Is brought to your office after his parents noticed that his urine appeared dark brown or coke colored. يعني عنده في dark urine أو brown urine. يعني could be في hematuria. بهنا الimportant أول حاجة في questions اللي هو to ask. Ask اللي هو important questions to ask in your history. إيش الحاجات اللي هناخدها في الهيستوري؟ هنسأل على هل الطفل هذا عنده UTI signs أو لا؟ هل في الطفل عنده هابت انه فورين بادي او لا؟ هل الطفل هذا السكن في عنده راش او جوينت سويلنج او لا؟ الطفل هذا هل اجاله 2 ويكس اجو ابر ريسبيرتوري تراك انفيكشن او سور ثروت، او كان في عنده من 2 3 ويكس في امبيتايجو او سكن ليجن؟ هل الطفل عنده هنا في بلاد في الستول زي الهيموليتيك يوريميك سيندروم؟ هل في ريسنت تروما؟ هل الطفل هذا انيميك وبون ايج زي حالات السيكل سيل انيميا؟ هل في فاميلي هيستوري اوف رينال ديزيزز؟ هل في ديفنس عندهم في الهيستوري هيرينج لوس؟ هل اخذ اي ميديكيشنز بيفور؟ كل هذه اسئله احنا بنسالها في الهيستوري زي ما تكلمنا عنها في البدايه. السؤال الثاني important areas to check on the physical examination. أول حاجة إحنا بنعملها أول شيء blood pressure normal أو high. اثنين زي ما حكينا الإديمة around the eyes sacral edema ascites genitalia itself lower limb إديمة. هل في bruises؟ هل في petechial rashes عند الطفل؟ الجوينت زي ما حكينا swollen joints and worm joint او لا؟ الابدومن هل في اي ماس موجوده في الابدومن او لا؟ طيب لنفرض في الاكزامينيشن كان نورمال ما عاد اكسبت اونلي كان البلاد بريشر از هاي 125 اوفر 90 اند سم مايلد بيري اوربيتال اديما، يبقى هنا What is definition of hematuria؟ ممكن أنا أتسأل تاني definition of hematuria. بحرجع أقول gross hematuria dark brown red urine seen by the naked eye or are microscopic hematuria RBCs more than 5 to 10 by high power field. أوكي؟ طيب بعدك ممكن أنا أتسأل الديفرنشال دياجنوزز اوف هيماتوريا اللي هي كل الاذر كوزز اللي احنا تكلمنا عنها في الديفرنشال دياجنوز في البدايه. لنفرض البيشنت يورين كان 3 بلس والبروتين 3 بلس وفي عنده ار بي سي كاس وما فيش عنده بكتيريا وكان البلاد بريشر هاي، يبقى الطفل هاي عنده بلاد بريشر هاي يبقى هايبرتنشن، عنده إديمة وفي عنده هيماتوريا و RBCs cast. يبقى في الحالة هذه وكان نفرض من الهيستوري أنه عنده upper respiratory tract infection before 2 weeks أو skin lesion impetigo 3 weeks ago مثلا، يبقى إن هنا حفكر في إيش الدياجنوزيز post streptococcal acute glomerulonephritis.
طبعا لو انطلب مني هاو تو كونفيرم او وات ار مور انفستيجيشن، يبقى اول حاجه تو كونفيرم هعمل الازوت انتر ستريبتولايسين او تايتر، هذا واحد. اثنين، او اذا كان المشكله من السكين هعمل دي ان ايز بي تايتر. سوري انا في الاول قلت يعني هنا دي ان ايز بي تايتر. هعمل الرينال فانكشن، اليوريا والكرياتينين. هعمل الكومبلمنت سي 3 ليفل، لانه احنا زي ما حنشوف الجونوفرايتس بيكون عندي ديبوزيشن للاي جي جي مع الكومبلمنت سي 3، يبقى هنا حلاقي الكومبلمنت سي 3 از لو، يبقى لازم ابعت فور سي 3 كومبلمنت سي 3 ليفل. كومن كوز اوف هيماتوريا احنا طبعا تكلمنا عنها في البدايه. يبقى دائما نعمل سمري للايفالويشن اوف هيماتوريا هيستوري اكزامينشن، كل الانفستيجيشنز اللي تكلمنا عنها والديفرنشال دايجنوزز اللي تكلمنا عنه في البدايه. هاي تقريبا بالنسبه للهيماتوريا ان تشيلدرن، يعني شفنا بريفلي للاناتومي والفسيولوجي والديفلوبمنت، تكلمنا جنرالي هاو تو ايفالويت تشايلد وذ هيماتوريا. احنا حناخد اهم اكزامبل احنا بنشوفه في الاطفال للكوز اوف هيماتوريا، اللي هو الاكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولو نيفرايتس. This is the most common cause or example of acute nephritis في للتشيلدرن. طبعا بعدك بيجي اللي هو الـ IgA nephropathy. السبب هنا هو عبارة عن السبب هنا الـ acute post streptococcal lesion. احنا عندنا هنا الـ streptococci في many strains. اللي بيعمل الـ post streptococcal هنا certain نيفروتوجينيك بنسميها strains of group A beta hemolytic streptococci، مش كل strains، only nephritogenic strains. nephritogenic strains هاد في منها two types. لو كان already the cause of beta hemolytic streptococci association مع the throat، لو طبعا هاي بيكون السير نيفروتوجينيك تايب سيرو تايب 12، والسكن السيرو تايب 49 سيرو تايب. عشان هيك احنا في حالات الروماتيك فيفر انه اي سترين ممكن يعمل روماتيك فيفر، لكن هنا في سبيسيفيك سترينز. عشان هيك احنا في حاله الروماتيك فيفر بنتسال ايش بعد هيك اللونج تير تريتمنت، احنا بنعطي لونج اكتنج بنسلين اللي هو مونثلي. لكن هل بنعطي هنا في حالات البوست ريبتوكوكلوميفرايتس حنعطيه بروفيلاكتيك مونثلي؟ لا، لانه هناك اي سترين ممكن افكتد، لكن هنا في سبيسيفيك سترينز اللي ممكن تعمل. دائما احنا بنشوف الجلوميفرايتس في التو سيزونز، اكثر شيء في الوينتر لما بيكون المشكله موجوده في الثروت. دائما بيكون الاطفال معرضين لسور الثروت والابر سفاتراك انفكشن. لكن في الهوت وذر في السمر دائما بيكون طبعا كونتامينيتد سكن، بلاقي بتبدا مشاكل الامبيتايجو والسكن ليجونز. عشان هيك بنلاقي انه في الكوز بيكون من السكن، يبقى في الوينتر من الثروت، في السمر بيكون مينلي من السكن. الباثولوجي اللي بيحصل هنا عندنا هلا اللي بيصير هنا عملية immune complex mechanism أو immune complex deposition. إيش اللي بيصير؟ أنا عندي الستريينز هاي أو الستريبتوكوكاي الأنتيجنز هاي بتعمل لي stimulations لل IgA والcomplement C3. بنلاقي فيه على البيزمنت ممبرين صار في deposition لل اي جي جي مع السي 3 او الكومبلمنت، وهي اللي بيعمل الدمج وبيعمل اللي هو الابنورمال باثولوجي اللي احنا بنشوفه. الديبوزيشن هنا بيكون موجود زي ما انتم شايفين هنا
اللي هي الدي اللي موجودة على الصورة عندكم هان، اللي هذه بنسميها لامبس أو ديبوزيشنز أوف ذا أي جي جي والكومبلمنتس، وهذه بتكون أوريدي موجودة على البيزمنت ممبرين وبتعمل لي اللي هو الدمج البي هنا اللي هي البوليمورفو نيوكليير ليوكوسايتس. يبقى ما دام صار في دمج للممبرين هنا بصير مشاكل في الكابيلاريز، بصير الهيماتوريا والبليدنج والبروتينيوريا والمشاكل اللي احنا حنشوفها في الجلومرولونيفريتس. طبعا هنا نوع الكريسنت اللي بيتكون احنا بنسميه ار بي سيز كريسنت، وهذا حنفرقه من اللي هو الابنورمال كريسنت اللي بنشوفها في حالات الرابيد بروجريسيف جلومرولونيفريتس اللي دائما البروجنوز بيكون تاعها بور بروجنوز. قدي اللي شفتوها هذه اللي هي الهامبس او لامز اللي هي او لامبي بامبي ديبوزيتس اوف ذا ايميونوجلوبولينز اند ذا كومبلمنت سي 3 كومبلمنت. دي يجي لا الكلينيكال مانيفستيشن. الطفل اللي عنده البوست ستريبتوكوكال جلومرولونيفريتس، دائما احنا بنشوف الاطفال دائما من الايج 5 تو 12 ييرز، فيري رير انه نشوفه اقل من 3 ييرز، عكس النفروتيك سيندروم المينيمال تشينج نفروتيك سيندروم انه ممكن نشوفه في اليانج انفنتس او تشيلدرن اقل من 3 ييرز. هنا دائما بنشوف ال 5 تو 12 ييرز. الاطفال هذول احنا الفاميلي لما بيجيبوا الطفل الكومبلين تاعه اول حاجه بنلاحظوها عليه البيري اوربيتال اديما، انه الصبح الطفل لما بيصحى الصباح لاقي فيه الول سويلينج او بيقولوا الانتفاخ زي ما بيقولوا في عينيه، ممكن يكون في اللور لم، ممكن يكون في البريساكر، ممكن يكون لو سيفير ومعاها نيفروتيك سيندروم يكون في الاسايتس، لكن مينلي اللي احنا بنشوف في اغلب الاطفال انه بيكون عندهم بيري اوربيتال اديما، وصم ممكن يكون مايلد اللي هو لور لم اديما. لو اخذنا هيستوري من الفاميلي حيكون في 1 تو 2 ويكس بيفور كان عنده ابر ريسبيرتوري تراكت انفيكشن، او 3 تو 6 ويكس كان في عنده سكن ليجن او امبيتايجو. اثنين الهيماتوريا، الاهل بيلاحظوا انه اليورين از داركن يورين او ريد او براون او كولا لايك او تي لايك يورين. ثلاثه المادر بتلاحظ انه الطفل از نوت جوينج للتواليت، يعني ما بيعملش يورين، يعني ذا اماونت اوف يورين از لو اللي هي الاوليجيوريا. امتى احنا نقول اوليجيوريا اور انيوريا؟ لو كان اليورين لو حسبنا اليورين لكل ساعة كان أقل من 0.5 ml بير كيلوغرام 0.5 ml لكل سكوير متر بير أور، يبقى في هذه الحالة بتقول عنه أن يوريا. تاني أقل من 0.5 ml سكوير متر بير أور، this is anuria. لو كان بين 0.5 ml الى 1 ml per kilogram square meter per hour يبقى this is oliguria. اكثر من 1 this is اللي هو طبعا normal. يبقى بين 0.5 to 1 oliguria، اقل من 0.5 this is anuria. يبقى الطفل اجاني اديما بيري اوربيتال اديما او ليج اديما، هيماتوريا دارك يورين، ثلاثة اوليجيوريا اور انيوريا، اربعة لو احنا عملنا ميجرز للبلاد بريشر بنلاقي في عنده هايبرتنشن. كل هذه الترياز اللي بيجي فيها الطفل اللي عنده الجلومنفرايتس، اديما هيماتوريا اوليجيوريا اند هايبرتنشن. هل ممكن يجيني باذر ساينز؟ يس، اللي احنا بنعتبرها ككومبليكيشنز. ممكن الطفل هذا يجيني ككومبليكيشن بجروس اديما او رينال فيلير. حوالي 10% of the post streptococcal pneumonitis ممكن يجوا بنفروتيك سيندروم،
زمان كنا نقول عنها نفروتيك، يعني عنده جلومينفرايتس مع نفروتيك سيندروم. هذول حوالي 10% ممكن، وهذول البروجنوز تاعهم بيكون بور، ممكن يكون من ضمن الانديكيشن للرينال بايوبسي. الثاني الكومبليكيشن، ممكن الطفل هذا يجيني بكونفالجن وممكن يجيني بكوما سكندري تو هايبر تنسيف انكفالو باثي. ثلاثة، الطفل هذا ممكن يجي زي ما قلنا اكيوت بروجريسيف جلومينفرايتس برينال فيلير، ممكن انتراكتابل هايبر كاليميا وهايبر فوسفاتيميا وهايبوكالسيميا، وممكن في هذه الحاله انتراكتابل للتريتمنت ويحتاج لرينال دايليسيس. ممكن الطفل هذا احيانا احنا بنضيف للانفستيجيشن تشيست اكس راي، الطفل هذا يكون عنده كاف ديسنيا شورتنس اوف بريث، نعمل الاكس راي للتشيست نلاقي فيه عنده بالمونري اديما وهارت فيلير. يبقى ذيس از برضه من ضمن الكومبليكيشنز اوف جلوميرولو نفرايتس. كل هذه احنا بنعتبرها ساينز ممكن يجي فيها الطفل، في نفس الوقت بنعتبرها من ضمن الكومبليكيشنز. الدياجنوز، هاو تو دياجنوز ا تشايلد وذ بوث ستريبتوكوكال نفرايتس. طبعا زي ما شفنا الهيستوري للترياز اللي شفناها في الساينز والسيمبتومز والاكزامينيشن والميجرز البلاد بريشر اللي احنا شفناه. هنا اول حاجه اليورين، اليورين حلاقي فيه ار بي سيز كاست، حلاقي فيه اللي هو ار بي سيز في اليورين، ممكن يكون معاها بوليمورفو نيوكليير ليوكوسايتس. اثنين، مهم لازم نشوف السيرم سي 3 كومبلمنت سي 3 ليفل، ودائما يوجوالي از ريديوست، المفروض يرجع للنورمال افتر 2 تو 3 مانث. ثلاثة، المفروض تكون فين انه في بوست ستريبتوكوكال او بيتا جروب اي بيتا ملك ستريبتوكوكاي، لازم اعمل الانتر ستريبتولايسين او تايتر، او لو كان من السكن دي ان ايز بي انتيجين، اعمل الرينال فانكشن اليوريا الكرياتينين، لانه احيانا ممكن اليوريا والكرياتينين يكونوا هاي، الالكترولايتس ممكن يكون البوتاسيوم از هاي. هل احيانا ممكن احتاج للراديولوجي؟ ممكن اعمل الترا ساوند للابدومن لو انا شاكك انه ممكن يكون في اذر كوزز. طيب هل نعمل رينال بايوبسي او لا؟ What are the indications of the renal biopsy؟ واحد، لو الطفل هذا دخل في الكومبليكيشن اللي هي الأكيوت رابيد بروجريسيف جلومينفرايتس. اثنين، لو الطفل هاي كان عنده في نفروتيك سيندروم اللي احنا قلنا نفروتيك اللي هم 10%. ثلاثة، احنا قلنا الكومبلمنت سي 3 المفروض يكون نورمال اب تو 2 تو 3 مانث، لو ستيل لو اكتر من 3 مانث يبقى ممكن يكون في ذيس از نوت بوست ستريبتوكوكال، يكون في اذر كوز اوف جلومينفرايتس، يبقى بنعمل رينال بايوبسي. لو من البدايه فروم ذا ستارت الكومبلمنت سي 3 از نورمال، يبقى ذيس كود بي انذر تايب اوف جلومينفرايتس. لو كان البروتين المفروض في اليورين up to 6 month يكون نيجاتيف، لو still في بروتين يوريا more than 6 month برضو ممكن يكون other cause of nephritis. This is indication. ال RBCs تقريبا المفروض after 1 year المفروض يكون ما فيش RBCs في اليورين، لو still RBCs أكثر من 1 year برضو ممكن يكون indication of renal biopsy. هاي هي الانديكيشنز اوف ذا رينال بايوبسي ان حالات جلومينفرايتس.
الكومبليكيشنز تكلمنا عنها، هايبرتنسيف كيفالوباثيل، هارت فيلير، الهايبركاليميا، هايبر فوسفاتيميا، هايبوكالسيميا، اسيدوزس، سيجر، اليوريميا، اي كلها تكلمنا عنها، ممكن تجيني كساينز وممكن تكون ككومبليكيشنز. هل انا بريفنشن لو انا اعطيته البنسلين، افرض ان هالحاله اجتني ككوميونيكيشن، سالتني الماذر، هل انا لو بديت بنسلين من الاول ما كانش حيجي له جلوفرايتس؟ لا، حتى لو كان ماخذ البنسلين، ممكن اللي هو السترينز اللي 12 او ال 49 تعمل جلوفرايتس، يبقى البنسلين كايرلي ويل نوت بريفنت. لكن احنا حنشوف احنا بنعطي البنسلين ليش اللي هم كتريتمنت، علشان نمنع اللي هو الاكتيفيشن اللي هو الميكروب للكونتاكتس اللي حواليه، في نفس الوقت ايراديكيشن لو ستيل في موجود عنده سور ثروت، او نمنع اللي هي ستريبتوكوكال توكسيميا. لكن هل نعطي لونج اكتيف بنسلين؟ ما بنعطيش، لانه اللي بيصير اللي الكوز هنا سبيسيفيك سترينز اللي بتعمل لنا الجلومرو نفرايتس. طب في احنا بنقول السي 3 لو، لو احنا تسالنا ايش الكوز، الحاجات اللي ممكن تعمل لنا اذر كوز ذان جلومينفرايتس، ممكن تعمل لنا الهايبو كومبلمنتيميا او سي 3 ليفل لو، ممكن يكون ليفر ديزيز، ممكن يكون ادكت للكحول، الشنت نفرايتس، الاذر كوزز اوف نفرايتس زي الممبرين ميزانجيو كابيلاريز او ممبرين بروليفراتيف جلو نفرايتس. قلنا طبعا الشنت نفرايتس هذه كلها ممكن تعمل هايبو كومبلمنتيميا. يبقى بوست ستريبتوكوكا جلو نفرايتس، شنت نفرايتس، ليفر ديزيز او سيروزز، الكحول ادكت للالكحول، الاذر تايبز ممبرين بروليفراتيف جلو نفرايتس او ميزانجيو كابيلاريز، هذه ممكن كلها تعمل لنا هايبو كومبلمنتيميا. هاو تو تريت، لما احنا بنقول التريتمنت اوف بوست ستريبتوكوكال نفرايتس، ما نجيش على طول نبدا نقول حنعطي البنسلين وحنعطي الدايوريتكس وحنعطي، في اذر ميجرز مهمه عندي انا. المشكله كلها موجوده وين؟ موجوده في الاوفر برودكشن او في الاوفر في الاوفرلود سوري اوفرلود اوف فلويد اند سوليوت الصوديوم. يبقى انا اهم مشكله عندي هنا تو ريديوس اللي هو الاوفرلود للفلويد ولا الصوت. في البدايه اي طفل بيجينا عنده الجلومرولونفرايتس او بوستريتوكال سسبكتنج، لازم اول شيء الطفل هذا اعمل له ويينج ديلي، اشوف هل في إديمة بيزيد الويت او بيقل الويت، هذا واحد. اثنين، لازم اعمل كوليكشن لليورين في 24 اور. كيف بنعمل كوليكشن؟ احنا بنعطي اللي هو كونتينر للمادر، اي دروب من اليورين should be collected to be placed في الكونتينر، وبنيجي نجمع 24 hour لليورين ونشوف الطفل هاد هل هو still oliguric or anuric او صار normal. الامount of urine هنا كيف بنحسبها للسيرفيس اريا؟ يبقى لازم احسب السيرفيس اريا. كيف بنحسب السيرفيس اريا؟ يعني عندي طريقتين، اما انت عندك التشارت فيها الويت والهار والهايت الايش تاع الطفل وتشوف السيرفس اريا، او اذا انت بدك تحسبها عن طريق ايكويشن اللي هي مثلا احنا بنحسب الويت الوزن تاع الطفل ملتيبلايد نضربه في 4 زائد 7 او 7 بنقسمه على الويت زائد 90. يعني اعطيكم مثال، طفل وزنه 20 كيلو، 20 ضرب 4 80 زائد 7 87 تقسيم الويت 20 زائد 90 يبقى 110، يبقى 87 على 110 حيطلع كام؟ او بوينت تقريبا 82 او 83، يعني السيرفيس اريا تاعته 0.8. تمام، نيجي للكوليكشن اوف يورين. انا بجمع اليورين فور 24 اور، باخذ الويت تاع الطفل
الويت تاع الطفل، لنفرض انه وزنه مثلا 20 كيلو جرام، بنضرب العشرين كيلو جرام في 24 ساعة اللي أنا جمعت فيها اليورين، يعني بيطلع حوالي 480، مظبوط، حوالي 480 ملي. لنفرض اليورين اللي أنا جمعته في 24 ساعة، اللي أنا جمعته اليورين في 24 ساعة كان 200 ملي، يبقى 200 ملي على 480 كان بيكون بيطلع تقريبا 200 على 480، يعني تقريبا بيطلع يعني أقل من 0.5 ملي، يبقى أنيوريا. لكن لو كان مثلا 400 ملي على ال 480 ممكن يطلع 0.7 او 0.8 ملي لكل كيلوغرام بير اور، مظبوط، يبقى اوليجيوريك. لو كان مثلا 500 ملي على 480 يبقى بيكون حوالي 1 ملي، يعني اكثر، يعني نوت اوليجيوريك. يبقى تاني بجمع اليورين في 24 ساعه، بضربه في الويت تاع الطفل، وبشوف كمية اليورين اللي أنا جمعتها، يعني الويت بضربه في 24، وباخد الكمية اللي جمعتها، بقسم الكمية اللي جمعتها على الويت ضرب 24. لو كان أقل من 0.5 أن بيكون أنيوريا، بين 0.5 to 1 أوليجيوريك، أكثر من 1 طبعا this is normal. يبقى هذه الستيب الثاني اللي هو الكوليكشن of urine. تمام، نيجي بعدك للستيب اللي بعدها. احنا قلنا الويت، ناخد السيرفيس اريا، نعمل كوليكشن لليورين، نشوف الاماونت اوف يورين اوتبوت اللي احنا حسبناها. بعدك اول شيء انا حقلل الاوفرلود تاع الفلويدز وتاع الصوديوم، يبقى ريستريكشن اوف ذا سولت اند دايت، الدايت اللي فيه سولتس نوقف، طبعا نقلل الدايتس اللي فيها سولتس. الفلويدز بنحسب الاماونت اوف فلويد اللي انا بدي اعطيله اياها يوميا المفروض ياخدها. كيف بنحسبها؟ فاكرين لو رجعنا للانسنسبل لوس، احنا الانسنسبل لوس في الاطفال كام؟ حوالي 400 ام ال بير سكوير متر، 400 ملي للسكوير متر. يبقى انا عندي بحسب اللي هو الانسنسبل لوس، لنفرض انه الطفل اللي وزنه 20 كيلو جرام، قلنا احنا السيرفيس اريا كام؟ 0.8. طيب 0.8 ضرب 400 يبقى بيكون كام تقريبا؟ بده فلويدز 320 سي سي، مظبوط. بضيف عليهم الاماونت اوف يورين اللي الطفل طلعها في 24 ساعة. لو كان مثلا طلع حوالي 200 سي سي بضيفهم على 320 يبقى 520، طلع 400 على 320 يبقى 720. تاني بحسب الانسنسبل لوس زائد اليورين اوتبوت، هذه الكمية كلها اللي حياخدها في 24 ساعة. لنفرض انه السيرفيس اريا تاعته 0.8، 8 من 10، الانسنسبل لوس كام؟ 400 ملي لكل سكوير متر، يبقى 400 ضرب 8 من 10 يبقى 320 سي سي. اليورين اوتبوت بحطه عليهم، لنفرض اليورين اوتبوت طلع 200 سي سي يبقى 520 سي سي، بقسمهم على 24 ساعة يبقى بيطلع في الساعة حوالي 20 ملي فلويد. بنحط للمادر مارك على بوت على كاب، بنقول لها تعطيه كل ساعة حياخد 20 ملي، بالإضافة طبعا اللي بياخدهم مع الدايت أو الفلويد. يبقى هنا restriction of the diet, restriction of the fluids. نيجي بعديك للهايبرتنشن. البست تريتمنت فور هايبرتنشن اللي هو الديوريتكس،
اللي هو اللوب اوف هينيل دايريتيك، اللي هو الفروزيمايد اللي احنا بنقول عنه اللازكس. لو ما تحسنش الطفل ممكن انا اعطي اذر اوبشنز زي الهيدرالازين او البيتا بلوكرز. ثلاثه، بنعطي بنسلين فور 10 دايز كورس اوف بنسلين. ليش؟ Eradicate اي remnant of infection في الثروت، نمنع الانفكشن للكونتاكتس، ونمنع السيريس ستريبتوكوكال توكسيميا عند الطفل. تمام. لو الطفل عنده هايبركاليميا يبقى احنا هنا لازم نعالج اللي هو الهايبركاليميا، هنعطي صوديوم بايكارب، كالسيوم جلوكونات، الانسولين مع الديكسترويز، الكيكزاليتس. وي هاف تو تريت. لنفرض الطفل هذا عنده بالمونري ايديما وديسنيك وهايبرتنسيف هاي وهايبركاليما وانتراكتبل فور تريتمنت، ده ممكن يحتاج لرينال دايليسيس. البروجنوزز هنا الريكفري اوكيرز في اكثر من 95% اوف ذا تشيلدرن اوف اكيوت بوست ستريبتوكوكال جونفرايتس. فيري رير، اقل من 1% اللي ممكن يدخلوا في رابيد بروجريسيف جلوميرولونفرايتس، وهنا بيكون عندهم اللي هو في الباثولوجي بيكون مور جلوميرولار هايلايزيشن. هنا احنا اتكلمنا عن اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس اللي هو البروجنوز 95% از جود. نيجي للرابيد بروجريسيف جلوميرولونفرايتس اللي احنا قلنا رير واقل من 1%، وهنا بصير مور هايلانيزيشن والكاست بتكون كريسنت كاست وبيدخلوا برينال فيلير وبيحتاجوا للرينال بايوبسي والبروجنوز بيكون تاعهم بور. الاذر تايبس اوف نيفرايتس سيمشوف في الادلت مش هنتكلم عنها، احنا ركزنا على البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس. الاذر تايبس اللي هو ممبرين بروليفراتيف ميزانجيو كابيلاريز فوكال سيجمنتال جلوميرولونفرايتس، هذول كلهم بيحتاجوا لرينال بايوبسي والبروجنوز بتاعهم بيكون بور بروجنوز. هاي تقبير تقريبا بالنسبه للهيماتوريا ان تشيلدرن. و تكلمنا احنا عن الهيماتوريا وتكلمنا عن اللي هو الاكزامبل البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس. شكرا لكم.